السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على إيه هو امتحان توفلز ده؟ بينعمل إزاي؟ أقدر إن أنا أقدم فيه إزاي في المدرسة؟ طب المدرسة إيه دورها؟ طيب الامتحان همتحن إزاي؟ هيجيب معايا إيه؟ الامتحانات شكلها إيه؟ الأسئلة والنماذج الأسئلة شكلها إيه؟ كله هنتعرف عليه النهاردة إن شاء الله. أول حاجة ده امتحان عالمي، شركة عالمية، شركة يابانية. الشركة دي طبعًا ما بتسمحش بوجود آلة حاسبة. هل الامتحان بس حساب او ماس؟ لا، في حاجات تانية بس مدفوعة الاجر، مش واخدين احنا بيها منحة زي الكمبيوتر والساينس والعلوم كلام من ده. طيب اول حاجة حضرتك طبعا دي انت اول حاجة بتعملها ان انت بتقدم المدرسة. المدرسة بتاخد تعمل شيت ملف اكسل زي ده كده، بتبدأ تقدم فيه البيانات بتاعة الطلبة. بس لازم تتأكد من حاجة مهمة جدا، اللغة. انت الطالب اللي انت هتقدم له هيمتحن ماس ولا حساب؟ هيمتحن الارقام والبيانات. طبعا الارقام كده كده بتبقى انجليزي، تمام، ولكن راس السؤال والتالي والنكست وباك وكلام من ده وانهاء ديت بس اللي بتبقى باللغه. وبالتالي انت لازم ان انت تخلي برضه الطالب يبقى ايه، واخد باله، والمعلم وهو بيختار ياخد باله من الحته دي. بعد كده بيملى البيانات ويبعتها لمدير المرحله. بيبدا بعد كده يجي على البريد الالكتروني الخاص بالمنسق بتاع المدرسه الملف زي ده كده. اهم جزء فيه ده اللي هو بيكون فيه اسم الطالب وفيه كلمة المرور بتاعة الطالب، اليوزر نيم والباسورد بتاع الطالب اللي هيدخل بيه، وفي رابط احنا المعلم بيحطه معاه على الموبايل بيبعته عن طريق الواتس للطلب. طيب انا همتحن عن طريق ايه؟ حضرتك ممكن تمتحن عن طريق تابلت او كمبيوتر او موبايل او اي حاجة انت عاوزها. يفضل ان انت وانت شغال تشتغل من خلال رقم واحد مايكروسوفت ايتش المحرك البحث او جوجل كروم. يفضل دول. يفضل ان الموبايل بتاعك يكون الاندرويد بتاعه اعلى من 6 مش اقل من 6. ممكن ان انت تختبر برضو هل الانترنت عندك ثابت ولا لا. هسيب لحضرتك في الوصف او في الديسكريبشن تحت في الفيديو رابط او لينك تقدر ان انت تختبر بيه ثبات الانترنت اللي عندك اللي انت شغال بيه. طيب المستوى او الصف انت هل كل الناس كلها اسئلتها زي بعض؟ لا طبعا، هي عدت من سنه ثانيه ابتدائي لعند اولى سنه. هنا ده كل صف او كل مستوى، سنة أولى تانية بيمتحن إيه، سنة تالتة وهكذا. ديت العمليات اللي إيه بيعملها. طب إيه المشاكل اللي بتحصل دايما أو إيه الغلطات اللي بتبقى أكتر على المستوى؟ هنشوفها دلوقتي. يبقى ديت الإيه المستويات وإيه الحاجات اللي هتمتحن فيها. طيب إزاي إن أنا أسجل الدخول؟ المعلم هيبعت لحضرتك الرابط، هتبدأ تدخل منه. هتدخل من خلاله زي ده كده، هتدخل من خلاله اليوزر نيم والباسورد بتاعك، سواء ده على الكمبيوتر أو ديت على الإيه اللابتوب على التابلت أو الموبايل. تمام. طيب بعد كده هنضغط على زر ابدا. دخلنا، لا هتتحقق حضرتك من البيانات دي، اسمك، الماده العلميه، طبعا احنا كلنا هنبقى داخلين على ماس او حساب زي ما انت مختار اللغه، المستوى انت في سنه كام بيحدد المستوى بتاعك. طيب البيانات تمام. تمام هنعمل ايه، نيكست او التالي. هبدا هنا يقول لي انت هتبدا الامتحان، ايه مستعد؟ حضرتك مستعد، يبقى هتكون جنبك ورقة وقلم، لأن أنت مش هتشتغل لا حاسبك، ورقة وقلم. طبعا ممنوع إن المعلمين يكونوا جنبك أو كده، فبالتالي إن أنت مش هتحتاج إن أي حد يكلم، ورقة وقلم فقط لا غير إن أنت هتشتغل بيهم. هضغط على ابدأ، هيبدأ يعد معايا الوقت. هنا عندك تقريبا في من 60 80 أسئلة أو 100 سؤال، حاجة زي كده حسب إيه كل امتحان. الأسئلة كلها اختيار متعدد، الوقت المتاح عندك 40 دقيقة. طبعا المفروض إن أنت تأكد الإنهاء قبل ال 40 دقيقة. طب انت فصل عليك قبل ما تعمل انهاء، هو هيبدأ يحسب الايه الاسئلة اللي انت تم الانتهاء منها، مفيش اي مشكلة. الاسئلة هتبقى في الاخر خالص، هتبقى بالشكل ده زي ما هنتعرف دلوقتي. طبعا هنا الارقام الاسئلة اهيت، عندي الارقام اهيت. هنا مثلا ادي السؤال، طبعا هنا الحتة الصفراء دي معناها ان لسه ما جاوبتش على السؤال ده، بس لما بخلص بضغط على انتهاء. ودي الاسئلة المتاحة، ادي السؤال السابع والثامن، ديت الاسئلة. تمام. طيب ممكن انا احلها، يعني اجرب عليها. السؤال بيكون بالشكل ده كده، او الشاشه بتاعتي بتكون بالشكل ده. هنا عند حضرتك اربع اجابات. طبعا المفروض رقم واحد، هنا ادي السؤال، دي بص كده حضرتك، ادي العربي السؤال مكتوب اهوت، كلمه ايه لنقم بالحسابات التاليه بس. لكن لو ماس هيبقى هنا، لكن الارقام كلها انجليزي ما فيهاش مشكله. طيب في هنا عندي برضو حاجات مهمه، هنا الوقت بتاعي بينزل تنازلي، طبعا احنا قلنا 40 دقيقة وبتبدأ تنزل. هنا عندي من 1 ل 100، ادي الامتحان انت واقف في السؤال الاولاني من 100. طب افرض ان انت مش عاوز تحل السؤال ده، طبعا انت بتختار اجابة من الاربعة وتعمل نيكست. طب لو انت مش عارف تحل السؤال ده
خلاص سيبك منه، هنضغط على طول نيكست او اللي هي متابعه. طب ما انا ما حليتوش، مش مشكله. بعد كده هنضغط على اختر السؤال، هيظهر زي ما قلنا دلوقتي، او نشوف الشاشه بتاعتها دلوقتي. هنا طبعا السؤال لما بيتم اختياره بيكون بالشكل ده كده بيتعمل، وبعد بعمل ايه نيكست. هنا طبعا هنتخطى السؤال مفيش اي مشكله. بعد كده هنختار عشان نرجع السؤال، هنختار اختر السؤال، هيظهر معانا بالشكل ده. اللون اللي هو ده الرمادي ده او اللون المصفر ده، ده عباره عن ان السؤال انت لسه ما حليتوش، وبالتالي حضرتك هتبدا ان انت تضغط هنا. طب فرضا معلش، لا افرض ان انا حله بس انا مش متاكد منه، مفيش مشكله، هتضغط على العلامه هنا ديت، تضغط على العلامه دي وتبدا ان انت ايه تحله تاني. يعني هنا طبعا ادي الاجابه اهوت، دي الاجابه السؤال الوحيد اللي انا جاوبته. الاسئله التي لم يتم محلها بعد 99 من 100، انا ما حليتش الا سؤال واحد، مفيش مشكله. حضرتك لو عاوز ان انت تراجع تاني هتضغط على اللي هو الاسهم دي، فهيفتح لك السؤال وتحله. طبعا يفضل ان انت تاخد بالك من الوقت بتاعك، ان انت مش تهدر وقت كبير في الاسئله الهايفه او الاسئله السهله، عشان مش تيجي بعد كده في الاسئله الصعبه تلاقي فيه مشكله. ادي هنا برضو ادي سؤال تاني اهوت، هنا طبعا ادي الوقت بتاعي والايه. طب عاوز اعمل ايه، اطلع قدام ارجع ورا، ديت ادي النكست والباك عادي. اختر سؤال، ديت احنا اتفقنا لو انا السؤال بجاوبته عاوز اشوف ايه عدد الاسئله الباقيين، عاوز اشوف الاسئله كلها تحت بعضها من غير الاختيارات مفيش مشكله. طيب هنا يفضل ان حضرتك ما تلعبش في الباك والهنا بتاع الايه المتصفح، لان انت لو ضغطت عليه هنا هيطلع هيطلعك بره الايه منصه الامتحان، عامل زي فكره امتحانات الثانوي كده، ما ينفعش ان انت تطلع بره او تحرك اي زرار بعيد عن المنصه من جوه، تمام؟ يبقى هيطلعك بره وهتبدا ان انت ترجع من الاول، ممكن يعمل لك مشكله. طيب ادي السؤال ده السؤال الثالث، ده نوع من الاسئله. هنا ديت لو باللغه الانجليزيه حضرتك، ادي الوقت اهوت عادي مفيش مشكله انجليزي. هنا بيقول لي سيلكت كويشن ونكست وباك عدد تحت، بس بدل ما كان في فوق هنا كان بيديني متابعه يعني نكست، لا عدد النكست تحت والباك ان الرجوع هنا. يبقى انت برضو ادي هتبدا تختار تحل السؤال ده، بعد ما بتحله بتختار الاجابه، بتضغط على الاجابه خلاص اعمل نكست. طب مش عرفت تجاوب اعمل نكست، وبعد كده بعمل سيلكت ا كويشن عشان ترجع للسؤال تاني. ادي هنا برضو ديت الشكل بتاع هو الايه التابلت او الموبايل، واحنا اتفقنا ان لا اعمل ريفريش مفيش ريفريش نعملها، ولا نضغط على باك، ما نضغطش على اي حاجه من ده كله عشان مش طالعني بره. هنا الموبايل ممكن بعض الموبايلات هو بالشكل ده، اباك ونكست. طبعا برضو اللي تحت دول ماليش دعوه باي حاجه خالص، انا كل المحيط بتاعي ده هو بس مش اكتر من كده. هنا ادي السؤال ال 78 من 100، هنا ال 81 من 100 مفيش مشكله. انا ببص دايما على الوقت وعلى عدد الاسئله عشان اقدر اعرف انا مجاوب ايه. دي اسئله ثانيه برضو اهيت، شاشه ثانيه للامتحان. هنا طبعا النقط الضعف اللي وردت من المؤسسه نفسها بتوع التوفس، قال ايه؟ ان دايما بيبقى فيه طبعا النقاط ديت مش لكله، مش لكل المستويات، ده على حسب كل مستوى. انت عرفت القسمه وترتيب العمليات الحسابيه دي مثلا بتاع سنه سته ابتدائي، فسته ابتدائي كان من ضمن الحاجات عنده القسمه، فعمليات القسمه ديت دايما بيحصل فيها ايه؟ مشاكل، يعني الطلبه كتير بتقع فيها. الاعداد العشريه المختلطه والكسور، ضرب قسمه الاعداد العشريه، جمع الكسور وطرحها، نظام المعادلات ومتعدده المحدود، المعادلات المركبه، الجذر التربيعي، ديت اللي بيحصل دايما فيها مشاكل، يفضل ان انا اتدرب عليها قبل ما ان انا ادخل الامتحان. طيب ايه الاسئله المكرره؟ مش عارف ادخل، اتحقق ان الرابط اللي مبعوت لك، ان المعلم بعت لك الرابط كامل مش في جزء منه ناقص، دخل اكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك مظبوط. طب انا خلصت قبل ال 40 دقيقه، عادي مفيش مشكله، هنضغط على الانهاء برضو، ويفضل ان احنا ايه؟ ان احنا نراجع الاجابه، ناخد ال 40 دقيقه بتاعتنا كام. طب تم قطع الاتصال، حصل مشكله والاتصال، هنعمل تسجيل دخول مره اخرى عشان ندخل الامتحان. طبعا هتبقى اسئله مختلفه تماما عن الاسئله الايه اللي فاتت. المدرسه وقت الامتحان بتعمل حاجه اسمها كشف حضور الطلاب، وطبعا الكشف ده بيتصور بالموبايل وبيعتمد من مدير المدرسه والمنسق بيمضي عليه تحت، بكتب هنا منسق التوفس وبيعمل هنا يعتمد مدير المدرسه، والاثنين بيمضوا وبيختم، وبعد ما بيمضوا وبيختم بيروح جاي واخد الصوره ديت ويرفعوها على الجروب بتاع توفس، بحيث ان ده يبدا ان هو ياخد البيانات، مين يعرف ان عندي مثلا 10 طلاب مقدمين في المدرسه بس وقت الامتحان خمسه بس اللي قدمهم، مفيش مشكله تكتب البيانات بتاعتهم عشان يبدا بعد كده يقول لك ان ده اللي حضروا فعليا، فيبدا ان هو يبعت لدولي
على الايميل المنسق بتاع المدرسه بعد اسبوع اسبوعين 8 ايام ل 10 ايام 14 يوم بالكثير، يبعت له اللي هي الشهادات للناس اللي اجابت اكثر من 80%، ويبعت احصائيات للطلبه. طبعا الاحصائيات ديت بس لوحدها بتتكلف يعني مبالغ رهيبه بالدولارات عشان ان انا اعمل الامتحان ده على حسابي الشخصي. تمام، انت هتاخد الاحصائيات دي كلها، تقول لك يعني انت عملت مثلا الاسئله بتاعت الجمع او الطرح مثلا سؤال يعني عملت مثلا في 10 ثواني انت مثلا 80% 90% انت 100% وهكذا. كل النقطه بيبدا يعمل لك تحليل، انت حليت السؤال في كام جزء من الوقت، طب الجزء ده بالنسبه، خلي بالك انت بتاخد ترتيب كمان عالمي. ليه؟ لان الامتحانات دي بتنعمل في كافه دول العالم، وبالتالي انت بتاخد ترتيب عالمي على مستوى العالم. بالتوفيق والنجاح، اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله، اتمنى اجعل بحضرتك الفيديو، ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس لتصلك من كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.